مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من مجتمع واعي، حلقة استثنائية تأتي بالتعاون مع القناة الرياضية. عادة الإثارة والندية بعودة الحياة لرياضتنا المحلية، سواء التنافسية أو الترويحية، عادت وكلمة واحدة فقط تكررت: شكرا. شكرا لمن وضع حياتنا أولوية، شكرا. شكرا لمن تحمل بكل كفاءة المسؤولية، شكرا لكل العاملين في الصفوف الأمامية. كلنا فريق البحرين، وكلنا نعمل من أجل مكافحة فيروس كورونا، كلنا نعمل من أجل التصدي، بل كلنا نعمل من أجل مواصلة التحدي. وبلغة الرياضة، من يتحلى بالعزيمة والإصرار لابد له أن يحقق الانتصار. مشاهدينا، خلونا نبدأ معاكم حلقتنا كالعادة بجولة في الأخبار المحلية، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل تحت عنوان دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، واللي عقدت عبر البث الإلكتروني المرئي. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أكدت أن مملكة البحرين حققت نجاحات عديدة على الصعد التشريعية والمؤسسية واتخاذ الإجراءات اللي أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وفكرا وممارسة أيضا في ظل قيادة جلالة الملك المفدى. وفي خبر آخر، كشف سعادة الأستاذ ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة التدريبية للعام الدراسي المقبل تشمل تنفيذ 160 برنامج تدريبي لحوالي 12 ألف متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات، من ضمنها 69 برنامج راح يتم تنفيذها عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الصحية الراهنة. وقال سعادة الوزير أن المختصين بالتدريب بالوزارة قد واجهوا التحدي اللي فرضته الظروف الصحية الراهنة بصورة مميزة، وكانوا على قدر المسؤولية واستطاعوا في وقت قياسي إعداد مجموعة من البرامج التدريبية لتقدم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية مثل مايكروسوفت تيمز وزوم أيضا. وفي الخبر الأخير، قامت سعادة وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح بزيارة تفقدية إلى مستشفى سترة للولادة القديم، واللي تم تحويله إلى مركز للرعاية الصحية الخاصة. وخلال الجولة التفقدية، طلعت سعادة الوزيرة على آخر مستجدات المشروع، واللي تضمن إعادة تأهيل المبنى بالكامل مع تعديل وتحديث الغرف وتحويلها إلى غرف لإقامة المرضى بطاقة استيعابية بلغت 20 سرير. نتحدى كل الظروف وجميع العقبات، نستعد لتلبية النداء وأداء الواجب، ننطلق بخطوات واثقة وعزم كبير
منتظرين ساعة الصفر ولحظة الحسم، ولما تعود الحياة وينبض الأمل نتمسك بالفرصة ونصنع النجاح معا من أجل تحقيق الهدف. كلنا فريق البحرين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. دائما ما يردد الناس بيت شهير للمتنبي، وهو: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه. ولكن في الحقيقة يعجبني أكثر بيت شعر آخر، وأحس أنه ينطبق تماما على واقعنا، وهو: فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها تجري الرياح كما رادت لها السفن. في هذا البيت حكمة كبيرة، وهي أن لابد على الإنسان الناجح أن يتحدى الظروف وكافة الصعوبات من أجل مواصلة المشوار نحو الأهداف المرجو تحقيقها. واليوم رغم كل الظروف تعود عجلة رياضتنا المحلية للدوران من جديد، سواء في الملاعب المفتوحة أو حتى في الصالات الرياضية. ولله الحمد سطر جديد يكتب في تفوق البحرين على فيروس كورونا من خلال استمرار الرياضة، فهي اليوم بالفعل أسلوب حياة. وفق إجراءات احترازية مشددة، عادت الرياضة إلى الملاعب والصالات بشكل تدريجي ومنظم. فحص وتعقيم وتسجيل بيانات، كل هذه الأمور من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة. انطلقت الرياضات مرة أخرى بتكريم وتقدير كبير للمجهود الذي يبذله الأطباء والعاملون في الصفوف الأولى، والذين بدورهم الكبير عادت الحياة الرياضية مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي، وليعم الحماس والإثارة الشارع الرياضي مرة أخرى بعد التوقف الطويل. حماس مشتعل من الجميع بعودة الملاعب والأندية الصحية، والتي كانت تتطلب العديد من التعليمات التي لابد من الجميع الالتزام بها. عودة الوضع الرياضي بشكل شبه مكتمل، ولكن وفق احتياطات مشددة، فحص للحرارة وتسجيل جميع البيانات، ومجهود كبير من الاتحادات والأندية في مهمة الحفاظ على سلامة الجميع. استئناف الرياضات أعاد الروح إلى الشارع الرياضي بشكل عام بين اللاعبين وحتى الهواة، وفتح الأندية والصالات الرياضية أعاد النمط الرياضي لحياة الناس بعد الغياب الطويل. مجهودات كبيرة في محاربة الوباء، وتركيز كبير على الحفاظ على سلامة الجميع داخل المنشآت الرياضية وخارجها، والتزام الجميع بالشروط المفروضة، يعني المساعدة في محاربة المرض وعدم الاستهتار بالوقاية، لتستمر بذلك الرياضة وتعود إلى سابق عهدها. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، وراح نتحدث بالتأكيد عن عودة النشاط الرياضي، واللي بدأ الاتحاد البحريني لكرة الطائرة بنشاط مميز وببطولة مميزة وتحمل اسم غالي على قلوبنا جميعا، وهي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة الطائرة. نرحب بسعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة. يا مرحبا فيك. يا مرحبا أخوي فواز، شكر لك هذا اللقاء. سعداء جدا بوجودك، ومبارك لك نجاح موسم الطائرة. الله يسلمك. الحمد لله ان احنا يعني انهينا الموسم كورونا، يعني الموسم الصعب اللي كل الاتحادات تعاني كل منه. الدول تعاني منه. أيوة. مو بالاتحادات. فيعني لله الحمد لله خلصنا موسمنا، وكان احنا من حسن الطالع ان يعني كنا مخططين من 2019 ان نخلص موسمنا من شهر 3. نعم.
والسبب أنها كانت في بطولة ألعاب الخليجية صحيح. اللي بتقام في الكويت أو كان من المفترض بالأحرى كانت تقام. مبرمجة على أن تكون في إبريل صحيح. فقلنا إحنا بنخلص في مارش حق نودي المنتخب معسكر شهر وشوي يرجع يروح البطولة الكويت وتفاجأنا بهاي كورونا الجائحة الجائحة وقرار 5 مارس توقيف النشاط احنا قطعنا شوط وايد في المسابقات وما باقي الا ما بقالنا الا شيء بسيط بقالنا مباراة واحدة في الدرجة الثانية وبقالنا 3 مباريات في كأس ولي العهد فاحنا الحمد لله اللي اخذنا ان احنا بنعد المنتخب حق ان نحافظ على قبل فترة يعني كافية البطولة السابقة ابطال البطولة الالعاب الخليجية اللي صارت في السعودية نعم فاحنا قلنا لازم نحافظ على اللغة فاحنا لازم يكون في اعداد جيد فخلنا نخلص موسمنا من وقت ان نشارك في البطولة وكنتوا ماشيين سبحان الله في الرزنامة والامور كلها طيبة الحمد لله الا 5 مارس الجائحة اللي غيرت وقفوا النشاط وقفنا النشاط وقفنا النشاط على امل شهر 4 اخذنا قرار بس ان الوضع يعني كان مستمر الغينا الفئات السنيه هذه قرار اتخذته بالغاء الفئات السنيه في شهر 4 ان الغينا الفئات السنيه قلنا صعب حتى لو لنا نيه ان احنا نواصل او الامور ما بيبون عيال فحفاظا عليهم حفاظا عليهم بالضبط فالغينا النشاط في شهر 4 ان نوقف نشاط الفئات السنيه خلينا على ان احنا نخلص الموسم صحيح خلال هذه الفتره كنتوا تجتمعون الشيخ عن بعد اجتمعنا ويا سمو الشيخ خالد نعم. ورؤساء الاتحادات تناقشنا اضفنا على اللائحه الموحده للاتحادات بنود جديده بنود جديده على انه يكون في تتماشى مع الجائحه لان هي فاجأنا كورونا ما كنا فتره استثنائيه اي نعم صحيح في الحين مواد بتدخل على النظام الاساسي جميل طور وهذه المواد بتكون مو بس حق كورونا حق اي كارثة مستقبلية بالضبط صار تعديل خذنا احتياطاتنا حق الفترة القادمة ناقشنا مدى يعني هل احنا بنستمر او ان احنا بنلغي مسابقاتنا كان في اخذ وعطاء بين الاتحادات احنا كاتحاد طائرة قررنا ان بنستمر تستمرون فبنشوف لاخر شنو شي يصير يعني طرحت بعض الاتحادات الغاء الموسم بعض الاتحادات بعض الاتحادات وممكن اتحاد واحد قال ان انا بالغي نشاط الحين شوكنا الشيخ قلت اتحاد واحد نبي نعرف الاتحاد يعني اتحاد السله في بدايه الامر كانوا فكرتهم ان هم يلقون النشاط نعم فاحنا قلنا لا احنا بننتظر نشوف ايش الواقع بالضبط اذا ما باقي عندنا 3 مباريات او احنا ما باقي الا 3 مباريات في كاس ولي العهد اسوي 3 مباريات قلت لهم في اسوأ الاحوال اسوأ الاحوال لان قالوا لنا مشوا الموسم الجاي بنمشي ما تبقى وعقب بنمشي بالموسم. بنبتدي في الموسم الماضي الماضي بالضبط وعقب بنخلص الموسم الجديد بنبتدي بالضبط. في الموسم الجديد بالضبط فالحمد لله الشهر 6 يعني سمو ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية الله يحفظه الله يحفظه اعلنوا انهم ممكن النشاط الرياضي يستمر من عقب 5-7 صحيح فاحنا على طول سوينا جدولتنا ومشينا وخلصنا لا عندنا سيمي فاينل اللي هو محرق ودرج ليب والاهلي والنجم نعم فازوا في النجم على الاهلي وفازوا درج ليب على محرق وطلعوا نهائي وفازوا درج ليب وهاي المناسبه ابارك حق نادي درج ليب وهار لك النجم فوزهم بكاس ولي العهد يستاهلون عنيد الدار ويستاهلون الرهيب. الشيخ يعني مع بداية عودة النشاط الرياضي أنا ما بتكلم في البداية كيف أنتم اتخذتوا الإجراءات الاحترازية لكن خلنا في المستوى الفني ما دام أنت تكلمت عن المستوى الفني شيخ شفنا مستوى فني مميز من قبل الأندية الأربعة اللي تأهلت لهذه المباريات في الدور قبل النهائي. نعم. يعني التوقيف يعني ما أثر عليهم على مستوى. هو أنا أكون صريح وياك التوقيف أثر على المستوى من ناحية اللياقة البدنية من
يعني المبارتين 10 اشواط في المبارتين 5 5 5 5 فأعتقد بعض الأندية لياقتهم ما كانت كاملة اللي أثر عليهم. هل أنت مختص يعني الشيخ وتعرف اللياقة؟ إحنا نشوف قدامنا يعني 5 أشواط نقول كفوا عليهم. يعني تشوف بعض النادي أو فريق قالب 2-0 يعني ما بقي شيء له يضيع المباراة وينهي ويفوز عليه الفريق الثاني 3-2. هاي هبوط في اللياقة، هذه هبوط يعتبر هبوط في اللياقة البدنية. فأعتقد الوقفة أثرت على اللياقة البدنية، أثرت على اللياقة البدنية. نوصل حق المباراة النهائية يا شيخ، شفنا المباراة النهائية كان فيها يعني عرس وطني جميل، كان فيها مبادرة مميزة من قبل الاتحاد بتكريم جيش البحرين الأبيض. احنا والله حرصنا ان يعني هذه الحين منقولة وإعلاميا ان نكرم الخط الاول الدكاتره اللي يعني اشتغلوا فتره طويله في مجال كورونا والحفاظ على المجتمع. نعم. فاحنا قلنا هاي فرصتنا ان نقول لهم شكرا على اللي قدمته، يستاهلوا. فاحنا كرمناهم في افتتاح المباراه النهائي، وكرمنا الله يسلمك بعد مركز شباب القادسيه المتطوعين في تعقيم الصالات والأماكن المختلفة. فهما مركز الشباب القادسية الله يعطيهم الصحة، يعني عقموا كل مبارياتنا، عقموا اتحادنا، عقموا مكاتبنا، عقموا كانت من بين كل مباراة ومباراة يصير تعقيم، عملية تعقيم. نعم. يعني مركز شباب القادسية يمكن شهادتنا فيهم مجروحة، شفنا عمليات التعقيم حتى في مختلف مناطق البحرين. نعم. فقط للمنشآت الرياضية. نعم. حتى يعني شوارع تجارية ومحال المؤسسات. بهذه المناسبة نشكرهم صراحة، جهد مميز يستاهلون. يعني قدموا ساعدونا على هذا ان احنا نمشي موسمنا، فهم شريك ويانا في ان احنا خلصنا المسابقاتنا، لأن لولاهم ما نقدر نسوي بدون تعقيم. فلله الحمد يعني كانوا شباب نشط واشتغلوا شغل ممتاز، ومشكورين ما قصروا على هذه البادرة الطيبة. ومن عقب هذه وقبل الموضوع ان احنا التعقيم ما تعقيم، احنا سوينا فريق عمل برئاسة أمانة أمين السر قبل استئناف المسابقة، حطينا خطة حق موضوع الحفاظ على اللاعبين واللي بيحضرون الصالة. فسوينا فحص على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية، أي شخص راح يتواجد داخل الصالة، والحكام فحصناهم درجة الحرارة، وخبرنا الأندية والحكام أي واحد بتكون درجته أعلى من 37.5 معناته هذه مشكوك فيها رابعة، فهذه ما بيدخل الصالة لسلامته وسلامة غيره. وهاي قلنا لهم مسبق للأندية بالضبط، حتى أنه لا يقول بعد أكو لاعب مثل من اللاعبين المميزين عندهم ولا المؤثرين في الفريق، يعني حتى احنا وقفناه على درجته حفاظا على الباقي بالضبط. كلهم والحمد لله مشت الأمور طيبة، وتفهموا وتقبلوا مثل هذه الإجراءات الاحترازية، وحتى الحكام فحصناهم. الصالة حطينا تباعد بين اللاعبين الاحتياط والجهاز الفني، الكراسي متباعدة تقريبا 2 متر، الطاقم التحكيمي كلهم لابسين كمامات، فيعني الجهاز الفني مال الأندية طبقنا ما كان في الدليل الإرشادي اللي طلعت بوزارة الشباب والرياضة. صحيح. واللجنة الأولمبية. جميل جدا. حتى في المنصة الرئيسية الشيخ. نعم. شفنا عملية التباعد الاجتماعي والالتزام بالاحترازات. المنصة سوينا كرسي وترك حتى أنه لا يكون في تغارب من الاثنين. بالضبط. ويعني حاولنا قد ما نقدر أن احنا كلها هذه نطبق الإرشادات ويكون اكثر من الارشادات بحذافيرها الشيخ. نعم. انتم حتى تواصلتوا بعد مع. نعم. قناه البحرين الرياضيه وخبرتوهم بالاعداد المسموح. نعم. لهم فيها ومن بتواجد داخل الصاله ومن. نعم. خارج الصاله. احنا الانديه الله يسلمك في كل مباراه اعطيناهم 25. نعم. اعطيناهم 20 الكادر الفني واللاعبين،
واعطيناهم 5 حق مجلس الاداره. نعم. غير ذلك ما حد يدخل الصاله. بس هذا اللي مسموح. هذا المسموح. وبيدش بيقيسون درجه حرارته، حرارته فوق المعدل ما بيدخل الصاله. فيعني حاولنا قد ما نقدر ان احنا نطبق الارشادات. وخير ما طبقتوا من الارشادات. نعم. وخير ما عملتوا في هذه المباراه وفي هذه البطوله بشكل عام. قبل ما اختم، خلنا في المباراه النهائيه، المستوى الفني اثر ما بعد التوقف، ما بعد مباراه الدور قبل النهائي، ولا رجع المستوى نوعا ما؟ والله اعتقد ان هو النتيجه كان 3-0 لاداره شليب. انا كرئيس الاتحاد ما تمنيت بهاي النتيجه، تمنيت تكون في منافسه صحيح شوط بشوط، لكن بعد ترى التوقيف اثر على الفريقين. اثر عليهم من ناحيه اللياقه البدنيه ومن ناحيه الفنيه. صحيح. الناحيه الفنيه مثلا اذا احنا قلنا نادي النجمه، النجمه تغير الطاقم الفني كامل. صحيح. فالطاقم الفني الجديد اللي استلم الفريق استلمه لمده يمكن 1.5 شهر، ما يكفي انه هو يشتغل على الفريق. اعتقد ان هذه السنه انا في نظري الحمد لله خلصناها، واللي فاز مبروك عليه، وان شاء الله نبي ننساها حق والجميع في صحه وسلامه، هذا الاهم. ونبي ننساها ونبي نبتدي موسم جديد ان شاء الله بدون كورونا ان شاء الله. انت تنتظر الحضور الجماهيري، ومعروف يعني جماهير الصالات وجماهير كره الطائره بالتحديد. الحمد لله. اي والله هذا اللي فقدناه، يعني اول مره تشوف نهائي بدون جمهور. حتى اللاعبين ما عارفين ايش يسوون في الملعب، تعودوا على الجمهور، عوضتوهم بلافتات ويافطات والصاله فل. صحيح. فيعني افتقدنا الجمهور في هاي المباراه النهائيه. بالضبط. الشيخ، ايضا تابعنا وياكم مجريات المباراه النهائيه، شفنا عمليه التتويج عمليه مميزه جدا ومبرمجه مسبقا، وتنظيميه العمليه كانت تنظيميه مميزه. كلمنا عن شلون استعديتوا لعمليه التتويج. احنا الله يسلمك، مثل ما قلت لك في بدايه كوننا لجنه. نعم. برئاسة أمين السر ومجموعة من الأعضاء اجتمعوا مع الناديين المتبارين. نعم. كان النجمة ودار شليب، وقلنا لهم ترى احنا الوقفة بهاي الطريقة، طريقة الهرم اللي يشوفونها المشاهدين. نعم. على الشاشة الآن الميداليات، كل واحد بياخذ ميداليته بيوقف في النقطة اللي محددة مسبقا له. الكاس بياخذه من على الطاولة، كابتن الفريق بيوقف على أول نقطة بيرفع الكاس حق التصوير. فيعني كان كل شيء مخطط له، يعني طلع النهائي الحمد لله احنا قد ما نقدر حريصين انه يكون في تباعد. بالضبط. فلله الحمد التباعد كان موجود، انتهت المباراة ما في اي اصابات ولا في اي مشاكل. الحمد لله. نهينا الموسم كرة الطائرة في هالسنة هذه الوادرة، يكون صريح وياك على خير. الشيخ، يعني احنا متفائلين طبعا، ولكن اذا ما استمرت هذه الجائحة، الاتحاد الان جاهز لاقامة بطولات القادمة بنفس الطريقة وعلى نفس الشاكلة؟ اي احنا خذيتوا خبره، النمط وعرفنا والطريقه وعرفناها والدليل الاسترشادي وعرفناه. اي فاحنا الحين سهلت علينا، احنا الحين بيقلدونا الاتحادات الباقي. اي خلاص. في اتحادات طبعا، كل الاتحادات ما انهت موسمها غير اتحاد كره الطائره. اي الحمد لله. كره السله في الطريق، كره القدم في الطريق، وكره اليد بعد ما تستهدف نشاطها في الطريق. نعم. شيخ، انا سعيد جدا بوجودك وتلبيتك. الله يسلمك اخوي فوز، ما قصرت على اللقاء. كلمه اخيره الشيخ حاب تتكلم فيها عن الرياضه وعن عوده النشاط الرياضي، او في اي جانب انت حاب تتكلم. احنا هذه السنه سنه 2020 ان شاء الله تكون تنتهي على خير، ويكون في اللقاح موجود في نهايه السنه، ونفتك من موضوع كورونا ونطوف هذه المرحله. امين يا رب العالمين. وننسى 2020، نبتدي 2021 موسم ان شاء الله موسم جماهيري، موسم لاعبين مرتاحين نفسيا ومعنويا، ترد الحياه الى وضعها الطبيعي. هذه اللي احنا نتمناه ان شاء الله في الفتره القادمه. احنا الحين اخذنا موضوع كورونا درس، وان شاء الله لو تينا شيء في الفتره القادمه
اعتقد ان احنا تعودنا على الوضع ان شاء الله يا رب. حتى يعني عمليه الاجتماعات اجتماعات مجلس الاداره يمكن انتم خذيتوا جانب الاجتماع عن بعد، ممكن تتطور حتى ما بعد كورونا، ممكن تتواصل الاجتماعات. إيه هذا على ذي الموضوع قبل لا نختم. اي نعم. انا رئيس الاتحاد العربي. صحيح. وسويت اجتماع عن بعد للاتحادات العربيه. الاتحادات العربيه. وقلت لهم ترى يعني انا اشوف الاجتماع عن بعد وايد زين. احنا خلاص ما في اجتماعات من اليوم. انا ما عجب الجماعه قالوا عجبهم الموضوع نبي نروح نسافر بنجتمع وبنسوي لك اللي على بعد وفي مكانك وفي بيتك وفي اي وقت كان عن بعد احسن لنا. الله يوفقكم الشيخ توفيق في الاتحاد البحريني لكره الطائره وفي منصبك ايضا في ظل رئاسه الاتحاد العربي لكره الطائره. شكرا جزيلا اخوي فواز. علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة، كل الشكر والتقدير لك. شكرا جزيلا. فاصل مشاهدينا الكرام، خلكم معنا وبالتأكيد راجعين لمواصلة برنامج مجتمع معي في حلقة استثنائية عنوانها الرياضة تعود من جديد. كانت مرحلة صعبة يوم احنا تلقينا خبر يعني ايقاف جميع الانشطة الرياضية في البحرين بسبب مرض كورونا طبعا. ملاعب سكت، الدوريات وقفت. يعني شخصيا شوي ضايقت على اساس ان برنامج متعودين عليه بشكل يومي، روتين يومي، اسبوعي مباريات. تساؤلات لمتى بنقعد بدون تمرين؟ اتصل لنا مدرب اللياقة من المنتخب الوطني. أول قرار كان إن نتمرن عن بعد. فكان شيء حلو يعني كنا نشوف بعض في الفيديو نشجع بعض ونسالف ونضحك، فكان شيء ممتع يعني ممتع ومتعب. خطتنا إن احنا نكون في أفضل جاهزية، إن احنا نكون مستعدين. عندنا تارجت لازم نعمل عليه عشان نوصل للجاهزية المطلوبة. احنا كلاعبين علينا مسؤولية كبيرة ونوعد الجمهور ان شاء الله بمواصلة العمل. الجمهور البحريني قانع عن التعريف، هو اللاعب رقم واحد مو اللاعب رقم 12، وشيء طبيعي الجمهور راح يترقب شيء اكثر، ولكن احنا ايضا كلاعبين احنا عندنا طموح اكبر واعلى. نوعد ان شاء الله الجماهير في المستقبل ان احنا نرجع اقوى من قبل ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا، وراح نستعرض معاكم آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين واللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الثلاثاء 18 من شهر أغسطس 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 981 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 3481 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 3441 حالة، فيما يبقى 40 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. طبعا الحالات القائمة والتي تتلقى العلاج تبلغ 93 حالة، أما المتعافون فيبلغون 43529 حالة. الوفيات 175 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 350 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 147 حالة لعمالة وافدة و203 حالات لمخالطين، وتسجيل حالتي وفاة وتعافي 400 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الثلاثاء، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. Thank you.
مشاهدينا، الرياضة في البحرين لها أهداف واضحة ورؤية محددة، والدعم لها بلا حدود من قبل الرياضي الأول في المملكة جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه، واهتمام كبير من سمو رئيس الوزراء الموقر، بالإضافة لتوجيهات قائد فريق البحرين سمو ولي العهد. وتتشكل جهود البحرين في مجال الرياضة على هيئة إنجازات وبطولات تتحقق بمتابعة شخصية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأيضا استجابة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من خلال تقديم الخطط التطويرية والمبادرات الرياضية المختلفة. وأبدا ما ننسى مشاهدينا أن احنا أبطال الخليج العربي، احنا حصدنا كأس اليوبيل الذهبي بكل جدارة واستحقاق، واليوم نطمح بالتأكيد للارتقاء والوصول لبطولة كأس العالم. نحن أبطال الخليج، هذه اللقطة وهذه الفرحة كانت تجسيداً لهذا التصريح. مع احترامي مع ألعاب القوى، مع احترامي مع اللجنة الأولمبية وربعي وكلهم اللي فيها، جول واحد يسوى هالميداليات هذه كلها. وفعلاً كان هذا هو الواقع، واتضحت الصورة في كل الطرقات والشوارع التي ضجت بفرحة الجماهير. هذا المشهد البهيج كان بداية لفصل جديد في تاريخ الكرة البحرينية، فبعد سنوات عجاف كان الغيث هو كلمات واضحة ورؤية طامحة نحو المونديال. احنا نحب التحدي، ونحب نعلن أمام الناس، أمام المشاهدين، عشان نحط روحنا في ضغط ونكون قد إن شاء الله المسؤولية هذه بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. شو إحنا ما نعلم الغيب، وإحنا ناس ولسنا معصومين من الخطأ، ولسنا محصنين من الخسارة. لكن تذكرني كأس العالم 2022 البحرين راح تلعب فيها. عبارات أعقبتها خطوات كانت هي الاستجابة، ومشروع لتطوير قطاع الشباب والرياضة رسم خارطة الطريق للتطور والاحتراف، ومهد درب الوصول للفوز والإنجاز. ومن أجل تحويل الرؤية إلى حقيقة اتجه الاهتمام للمسابقة العريقة، دور ناصر بن حمد الممتاز شكل نقلة نوعية للمنافسات المحلية، وخلق أجواء من الحماس والندية التي أعادت الحياة للملاعب والمدرجات. واليوم بعد هذه الظروف الاستثنائية والأزمة الصحية التي مر بها العالم، تعود المنافسة في دورينا من جديد، ونحن موعودون بالإثارة في السباق والصراع على الصدارة. فيا ترى من سيكون بطل هذه النسخة الاستثنائية؟ حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بزملائنا المتواجدين معنا في الاستوديو للحديث عن عودة النشاط الرياضي، وللحديث أيضا عن المنافسة في الملاعب، وأيضا شعورهم لما عادت الرياضة من جديد وتعود عجلة كرة القدم في البحرين. ورحب بأسطورة حراسة المرمى سواء في البحرين ولا حتى في الوطن العربي، حمود سلطان أبو حسام. يا مرحبا فيك حبيبي، مشتاقين لك أبو تركي. احنا اللي مشتاقين لك يا أبو حسام، بس نطالعك كل ليلة نطالعك. بس الابتسامة ما رجعت إلا باستئناف النشاط الرياضي وقرار سمو ولي العهد باللجنة التنسيقية. نعم والله، بالعكس مستانسين. أرحب بالمشاهدين وأرحب العزيز الغالي أبو حمد، مشتاقين له. أيوة. بس بالتلفونات قلت له تباعد تباعد اجتماعي على طول. اي ما في، هو من حمد ولا محرك بيت. وما تطلع انت، معروف عنك في الاسواق سوق المركزي، تحب تتمشى، تحب تروح النادي، تحب تروح الرياضه. اروح صراحة اطلع اطلع بس لا لا بالالتزام. اي اي بس اخذ لك ربع ساعه اخذ اشغالي وارجع على طول على طول. بس فقدت الطلعه مع اليهال مع اي اكيد اكيد. وين ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ايضا نرحب بالناقد الرياضي الزميل عبد الله ابو نوفل الكاتب الصحفي ايضا ابو حمد. يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك، مساك الله بالخير. ارحب فيك وارحب بالاخ ابو حسام، وارحب جميع الساده المشاهدين.
يا مرحبا فيك ابو حمد. كان من المفترض مشاهدينا يكون معنا ايضا المحلل الرياضي الكابتن رياض الذوادي، لكن اعتذر لظروف خاصه ابو حسام. شنو ظروف خاصه؟ معتذر لظروف خاصه. لا ما في ظروف خاصه، كل واحد يرتبط. لا ما في ارتباط ولا شيء، هو يعني مشكلتي خايف في بعض يعني هذه برنامج مو برنامج يعني رياضي. خايف من المواجهه ابو عبد الله؟ اي خايف، لان في عليه بعض النقاط، لأنه هو في بداية الموسم، بداية الرجوع الرياضة، أي هو مو مراضي، هو فريقه بعد قادم. لا قبل مراضي، الحين لو تقول له قال لا أنا راضي، لأن فريقه رجع، الحين رجع فريقه قال أنا راضي، قبل لا مو مراضي. وأنت تتكلم مرتاح لأن المحرك في الصدارة أبو حسام؟ يعني أول مرة محرك في الصدارة؟ لا مو بعرف، أنا مو بعرف يعني ساعات الناس مرة يعني من تشوفون أنا المحرك في الصدارة ويقيمون القيامة ويسوون ويقول لك أول مرة، طالع جماعة هذه عادي عندنا، الشيء مو بعادي إذا ما نأخذ بطولة شيء مو بعادي. بس غياب رياض الذوادي مشكلة، علامة استفهام عودة نوجه له من خلال البرنامج، إن كنا نتمنى تكون معنا، لكن هو ظروف خاصة، أعتقد أنه مخالط أبو حسام، لذلك هو آثر. إذا مخالط خوفاً عليكم يا أبو حسام. لا نبي خالطة هنا. عودة النشاط الرياضي عادت مع الابتسامة في الملاعب الرياضية، عادت مع الفرحة لدى محيي اللاعبين، الأجهزة الفنية، الجماهير الرياضية المتعطشة للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص. عبد الله بن نوفل، أنت كرياضي كناقد فني، كيف تصف شعورك وانت تتكلم عن عودة الرياضة واستئناف النشاط الرياضي؟ عودة النشاط الرياضي هي عودة الحياة للرياضيين في البحرين. نعم. وأيضا غير الرياضيين، وهي رسالة يعني مغلفة بالإطمئنان. صح. بأن الحياة ربي لك الحمد والشكر عادت إلى طبيعتها. وبهذه المناسبة لابد أن نشكر طبعا اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وجميع الكوادر اللي عملت يعني ليل نهار من أجل ما إحنا نرتاح. ربما احنا يصيبنا نوع من الملل من الروتين في المنازل، تقيد بالاجراءات الاحترازيه نوعا ما احيانا يصيبك نوع من الملل، ولكن من نتذكر بان هناك ناس يعملون ليل نهار من اجل بس اسعادنا ومن اجل بس راحتنا، يعني احنا ترى الملل اللي فينا يعني ترى احنا يعني ما يجيب نقطه عرق واحده منهم هم اللي يشتغلون، فلهم كل التحيه وكل التقدير عبر هذا البرنامج. الصفوف الأمامية طبعا، وما في شك أنت اليوم عودة النشاط الرياضي يعني طبعا هو يجي بقرار، أنا أعتقد قرار موفق وقرار سليم. صحيح. من اللجنة التنسيقية اللي هي طبعا تأذن كثير من الناس اليوم ما يدركون ربما تتوجه سهام النقد إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم ولا بعض المؤسسات الرياضية. مثل هذه القرارات في جميع دول العالم والدول العربية والدول الخليج والبحرين منها، نحن لسنا بمنأى من الدول الأخرى في العالم، فهذه القرارات عادة تكون قرارات حكومية. صحيح. قرارات تأتي وفق خطة أي بلد. نعم. لإرجاع الحياة إلى طبيعتها بالتدرج تدريجيا. فبالتالي أنا أعتقد أنه قرار جدا سعيد، أسعدنا إحنا كرياضيين، قرار موفق رب لك الحمد والشكر. نتمنى أن بالفعل أن نكون مجتمع واعي وأن نحافظ على هذه الفرص اللي أعطونا إياها في الوقت اللي إحنا فيه. ربما بعض الناس حتى لمرحلة الاكتئاب صادهم من خلال الروتين. ترى أنت لو لاحظت قبل عودة النشاط الرياضي وقبل فتح بعض الأسواق بشكل تدريجي، لربما الناس شفت حتى مزاجهم العام من الناحية النفسية تغير. ترى الكل مضايق، الكل يعصب، الكل متنرفز، الكل ذي، ولكن مع يعني العودة التدريجية شاهدنا بأن اليوم رب لك الحمد والشكر نقدر نعيش بهذا الشكل. صحيح. ولكن في السابق صراحة عشنا أيام جدا مريرة يعني خاصة المتعلق بالرياضة. نعم. خلنا ندخل في مجال الدوري والمنافسات أبو حسام، وأدخل مع أبو حمد بسأله سؤال وبردك على هذا الجانب في السؤال. أبو حسام، عودة النشاط الرياضي أو إيقاف النشاط الرياضي بالأحرى يلي مصلحة أحد الفرق اللي اعتلى الصدارة ما بعد استئناف النشاط الرياضي، تتفق ولا تختلف؟ شوف المنطق، شوف لكل من الناس له الحق في إبداء رأيه. نعم. سواء كان اللي كان مع قرار الإيقاف أو اللي مع استئناف القرار. لا أنا أقول لك أن العودة هذه ساهمت أن هذا الفريق يعتلي الصدارة،
يعني كانت كان الإيقاف إيجابي على الفريق أنه يعيد حساباته ويعيد أوراقه مثل أي فريق. بعد واضحين إحنا من اللي اعتلى الصدارة أبو حسن؟ نادي المحرق. لا نادي المحرق كان بإمكانه، نادي المحرق نادي كبير كان بإمكانه أن يعتلي الصدارة بغض النظر عن إيقاف أو عدم إيقاف. شوف هذا الموضوع سبب جدل ليس في البحرين، إحنا مشكلتنا كلها نعتقد بأن إحنا كهناك في منافسة ما بين بعض الأندية، وخلنا نحدد الأندية بالضبط اللي هي مثلا في البحرين مثلا المحرق والرفاع ومعاهم طرف طبعا اساسي اللي كان متصدر له فريق الحد. اكيد اكيد من الطبيعي جدا، من الطبيعي جدا اذا انا عندي فرصه كفرق العب في يعني في ذيل الترتيب مثل فريق الحاله مثل فريق الشباب مثل فريق حتى النجمه كان قاب قوسين او انه كان في يعني موقفه غير جيد الاهلي اكمل ابو حسام وتكمل انزين انزين كذلك حتى لما تقصد بكلامك اللي موجه لي ان مثلا الرفاع لان كانوا بعيدين عن الصداره مثلا ورجعوا. طبيعي بيكون عليهم تكاليف طبيعي يقولون، ولكن وطبيعي ايضا الحد والمحرق ككونوا متصدرين من الظلم ان انت تلقي بالنسبه لهم الدوري. اذا لكل من لو تكلمنا بشكل المنافسه لكل من حقه صحيح. أن يدلوا بدلوة، ولكن لا ننسى حاجة واحدة وهي أن هذه المسألة لا تعتمد على رقبتي ورقبتك، وإنما هي نفس ما قلت لك هي تأتي بتوجه قرارات بتوجه بشكل عام بلد. أنت لو لاحظت بعض البلدان على سبيل المثال جمهورية مصر العربية مثلا، في مصر رئيس الوزراء يعلن عودة النشاط الرياضي لأهمية هذا القرار والرياضة ومكانة الرياضة وأن الرياضة جزء أساسي أو قطاع أساسي من جميع القطاعات. جميل جدا. أنت ما سجلت النقطة، هو كان يوديك بعيد عشان تنسى النقطة اللي ذكرها في البداية، وداك مصر. يوداني مصر عقب بعد وين توديني محمد؟ في النقطة أنت قلت التنافس، الرفع كان خارج التنافس لأنه خارج كان خارج التنافس قلت لا عديت الفرق اللي لا لا لأنه كان خارج التنافس فمن مصلحته أنه يلغي الدوري. إيه طبيعي الأشخاص اللي قالوا يا أبوي يلغون الدوري الحين شنو ردهم الحين؟ تغير. أنا مو في صدد ذكر أشخاص لا 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 ولا في صدد أنا أعطيك في موضوع هذه خلي الأشخاص معروفين الأشخاص معروفين الأشخاص معروفين ومعروفين اللي كانوا يبون يلغون الدوري بس أنا أقول لك الحين بعضهم لا ما يبون يلغون الدوري لأن كل شيء تغير قال لا إحنا لا وين نلغي الدوري عرفت؟ نعم نعم. ليش أحس بكلامكم في الغاز؟ في ناس ومعروفين ويبون من الناس خلينا نسمي الأمور أول واحد رياض دوادي الغائب الحاضر الغائب الحاضر والماضي بعد لا لا هي في لا هي في أندية رياض لا رياض لا 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 ليس دفاع الموضوع موضوع معروف إيه وأنت تعرف وجهة نظر من مرتب ومن نعم من نعم الأشخاص اللي ياو ياو يبوا يلغون الدوري الاتحاد يدريبهم بس الاتحاد مع الأسف مو جريء عشان يطلع أساميهم يقولون فلان هذا يبل للمصداقية أبو حسام للمصداقية هل اطلعت على ورقة معينة ولا شفت تحرك من قبل شخص معين؟ ما شفت. أنت سمعت مثل ما غيرك سمعت قالوا في اللقاء قالوا قال لا في الاتحاد بعينيه قال في الغاوي ويا سمو قال ان جات لنا اي بس مو بدنا بشرط ان فلان ولا غيره انا لحظه ابو حسام معروفه معروف الفرق اللي مالهم ذي ومعروف اللي يتكلمون اي بس مدام انت ما انطرح اسم لا لا ما قريت اسم انا مستعد اي مملكني ونسوي مقابله لا شوف النادي الاهلي اعلن رسميا اعلن وعبد العزيز الاخ عبد العزيز ب50 دائما يتحدث في خلال أي كانت في الفتره اللي قبل ما يتم استئناف فقال ان الافضل للمصلحه العامه ان يلقى الدوري أيضاً مثل ما قال سعادة الشيخ علي قبل شوي رئيس اتحاد الطائره ان في الاجتماع لنظام الاتحادات بعض الاتحادات طلبت ليش انا اقول لك ليش اقول لك هذا اللي حصل عندنا ما حصل بس في البحرين هذا حصل ترى في العالم كله بين معارض وبين مؤيد وهذا أمر طبيعي. أنا ما أشوف هذه الأشياء صراحة ولا أشوف من اللي قال ومن ما قال. أنا أرى بأن اليوم المصلحة العامة تحتم بأن إحنا ننفذ ما تشوفه اللجنة التنسيقية لأن هي اللي عارفة وين إحنا رايحين. بس هل في ناس استغلت مثلا هذه الجائحة وقالت إن لظروف شخصية أو لمصلحة شخصية أبو حسام خل نوقف الدوري ونستغل الجائحة ونقول وقف لأن ما عندنا فرصة ننافس أو يمكن بنهبط هذه كان هذه كان ذي وفي تويتر يتكلمون وكل شيء معروف
طبيعي طبيعي. معروف معروفين. ما في أحد. معروفين. ما في أحد منافس يبي يلقي في الدنيا يعني. مستحيل. معروفين. فالمنافس يبي يستمر. مثل ما الحد طالب بالاستمرار. من حقه. هذا الشهر أربعة الكلام يعني. واللي وشرقي كلهم لا مأمل. زين إحنا إيش معناته إن الرفاع صار له مأمل؟ لأن ليش؟ قبل لأنه ما عندهم ثقة في فريقهم عندنا ولا. الحين صار لهم أمل. معناته إن ناس. تفكيرهم غير. أو الفرق اللي بتهبط اليوم عندنا أكثر من فريق مهدد بالهبوط. نعم. نفس الشيء. كلهم كانوا نادي الشباب أعلن رسميا في الصحف. معنا الشباب نتيجة الأخيرة كانت نتيجة إيجابية. من الإلقاء يعني. فوز بهدف. شوف شوف بقول لك. الناس اللي ما عندهم ثقة في فريقهم. يحطون أعذار قبل. يعني يحطون أعذار لا نلغي وما رش. وبين تلغي. وحسام أكلمك بوضوح شوي فضل. لو سمحت لي تفضل وحسام أمر طبيعي طالما أنت تركت لي الخيار فكل نادي من حقه يرى مصلحته أوكي لحظة. مثل ما المحرق لأنه الحد لأنك أكون مصدر كان المحرق كان الحد وهو اللي كان ما يبي يلقى الدوري لأن الحد متصدر فرصة صحيح. أمامه فبالتالي من الطبيعي جدا أن الحد والمحرق طبيعي جدا أن هما مع استئناف الدوري وطبيعي جدا ان اشوف فريق الحاله ولا الشباب اللي ما لهم وربما يمرون الحين مرحله هبوط طبيعي جدا احنا ذي الامور لن نكبرها بكثر ما احنا خلنا نقول شو من اللي كبرها اللي حجمها من اللي كبرها لا يعني محمد قرار طلع خلاص ما له شغل طبعا قبل يخططون يطبقون من تحت الطاولة قبل القرار ابو حسام هذا القرار كل اللي صار من مناوشات كانت قبل القرار هم يعني بعد القرار التنفيذ لا هم قاعدين يطبقون التولة اختربت التولة اختربت ما فيه غاز ليس عندي حقيقة في ذلك اي هذا اتضحت المصالح الشخصية والكلام موجه لابو حسام وابو حمد اتضحت المصالح الشخصية بعد استئناف المسابقات ان بعض الفرق ابعدت مدربها ابعدت لاعبينها لذلك كان بين ان ليش هم كانوا ضد يعني عندهم كانت في مشاكل وعندهم احنا تصلحوا شوية بعضهم تصلحوا مشاكل مغشوشة بس بتي بعد في اندية غير عندهم اسبوع اقول اسبوعين ها بس شوف بذكرك كابطيك التليفون على الهواء بقول لك ترى انا ردت مشاكل انا ابو تركي اذا سمحت لي انا في الحقيقه شاهدنا جولتين من بعد استئناف الدوري الجولتين افضل من 9 جولات القسم الاول من ناحيه المنافسه جولتين افضل من 9 جولات كانوا في القسم الاول طبعا كلام جميل انا خلنا اتوقف عند هذا الكلام وخل نشوف زميلنا والاستاذ الاعلامي محمد لوري كتب في عمودة صفارة بجريدة الوطن مقال بعنوان جولتان مطمئنتان وهو اللي يتفق مع أستاذنا عبدالله بن نوفل خلونا نتابع معكم بعض ما ذكر في المقال مع الزميل عبدالله الحسين مرت الجولتان 12 و13 من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بسلام ولكنهما لم تخليا من بعض المطبات والهفوات فعلى مستوى التنظيم سارت الأمور كما ينبغي من حيث التزام جميع الفرق بالإجراءات الاحترازية كما جاءت في تعليمات وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة القدم والمطابقة لتلك التي كان قد أوصى بها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوعي الذي يتمتع به المعنيون في أنديتنا الوطنية من إداريين وفنيين ولاعبين الأمر الذي يجعلنا مطمئنين على سير الجولات المتبقية من المسابقة على الصعيد التحكيمي سارت الأمور سيرا طبيعيا باستثناء بعض الهفوات التي لا يخلو منها عالم التحكيم ولعل أكثر هذه الهفوات المؤثرة ركلة الجزاء التي حرم منها المحرق أمام الحد ومثيلتها التي حرم منها الرفاع الشرقي أمام الشباب وهما الحالتان اللتان أثارتا بعض الجدل في الوسط الكروي الذي تعالت أصواته بالمطالبة بإدخال تقنية حكم الفيديو الفار وهو لا يعلم التكلفة المالية الباهظة لهذه التقنية التي لا يمكن لاتحاد كرة القدم تحملها في ظل إمكانياته المالية الراهنة نتمنى أن يتواصل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن ترتفع حدة الإثارة في الجولات الخمس المتبقية وأن يطالعنا المدربون ببصماتهم الإيجابية وأن يرفع الحكام من درجة شجاعتهم والتقليل قدر المستطاع من الأخطاء والهفوات وأخيراً أن يستمر تألق قناتنا الرياضية في نقل المباريات وما يصاحبها من استديوهات تحليلية
ولقاءات مباشرة لتعويض الجماهير الكروية عن الضرر الذي أصابها من جراء كورونا والحرمان من التواجد على المدرجات. شكرا للزميل الأستاذ محمد لوري على هذا المقال وإشاد فيه بقناة البحرين الرياضية وإشاد فيه حتى في المستوى الفني في الجولات اللي ما بعد استئناف الدوري وأداء اللاعبين داخل أرضية الملعب واللي غيرت أيضا من رزنامة الدوري وغيرت من فرق الصدارة، ولكن فرق القاع تبقى كما هي في موقعها من الإعراب. خلنا نبتدي بس بعملية استئناف الدوري، رافقت بعض الإجراءات الاحترازية منها تعقيم الملاعب والمنشآت الرياضية اللي راح تحتضن مباريات الدوري. أبو حمد، نشوف أن الاتحاد البحريني قام مشكوراً بتنفيذ اللائحة الاسترشادية الخاصة بتعقيم المنشآت الرياضية واتخاذ الإجراءات الاحترازية. تشوف الجميل في الموضوع أنه منذ استئناف الدوري إحنا شفنا جميع القطاعات الرياضية تنهض وأن هي تتحدث وأن هي توصي دائماً من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، من بعد اللجنة التنسيقية، وزارة الشباب والرياضة أيضاً، الاتحاد البحريني لكرة القدم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية. شفنا صراحة خلية نحل تعمل حول إنجاح هذه المهمة بالضبط، خاصة من الناحية الوقائية. لأن أنت اليوم يعني يجب أن نكون واضحين، ترى ما حدث على مستوى العالم ترى شيء مو بسيط، يعني جائحة ترى بالفعل، وأكبر دليل أن يعني فيها أعداد ليست بالقليلة في حالة الوفاة، يعني الله يطول في عمر الباقي يعني. فإحنا أنا أعتقد أن الأمور التعقيم أو هذه اللي حدثت عندنا، وخاصة المتطوعين، خليني أشيد بمركز تمكين الشباب القادسية، صراحة قاعدين يبذلون مجهود جدا 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 جبار. ترى يا جماعة اللي ما شاف المتطوعين، أنا شفت اللي ما شاف المتطوعين وعددهم يفوق 100 وزود، يعني يقومون بمجهود جبار ويأخذ من وقتهم ويأخذ من صحتهم، لدرجة أن البعض فيهم، ويجب الناس اللي يسمعونا اليوم يعرفون، لا يمتلكون حتى وسيلة مواصلات أن يوصلون للمكان اللي يتطوعون فيه، إلا أن هم يضحون ويدفعون من حسابهم الخاص لبعض سيارات الأجرة اللي توصلهم إلى هذه الأماكن. أنا كثير من الاتصالات تجيني طبعا عبر الانستغرام ويبينون لي هذه الحقائق وجهودهم في هذه، فجهودهم جدا جدا يعني محترم ومحل تقدير ومحل احترام وقبلة على جبين كل إنسان يعمل بصراحة بإخلاص. يعني هذه اللقطات اللي كنا نشوفها من عمليات التعقيم في الأندية، في الملاعب، المباريات، ملاعب التمرين، حتى الأجهزة الخاصة بالتمرين وإحنا نشوف يتم تعقيمها، هذه حرصا على الرياضيين اللي موجودين، اللاعبين اللي موجودين، كل من يمارس رياضة كرة القدم وبقية الرياضات في ملاعبنا أو في ملاعبنا الرياضية. أبو حسام أيضا زميلنا وأستاذنا محمد لوري ذكر في عموده عملية النقل التلفزيوني وتعارض بعض التوقيت المباريات أو تواريخ المباريات مع بقية الاتحادات الثانية، وبالتحديد يعني ما بين الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة السلة، شفنا في تعارض. في تعارض يعني هذا بعد إحراج حق التلفزيون. بالضبط. إحراج حق التلفزيون. واليوم الجمهور ما بيحضر الملعب. هي ما يحضر. التلفزيون شو يسوي؟ يبي ينقل كرة سلة، طائرة، قدم، يد، مشكلة. لازم في تفاهم، لازم في ترتيب بعضهم بعض. بالضبط. يعني كل واحد على الأقل يتنازل عن 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 مثل الأسبوع أنا أتنازل عنه، ذاك الأسبوع يتنازل الثاني عشان يصير ترتيب. أو يكون يعني ترتيب مسبق، ما في داعي أسبوع بأسبوع يعني حتى هذا الموسم. مثلاً أقول على سبيل المثال هذا الأزمة اللي صارت، يمكن شوي طلعوا الجدول بس أنا أقول لازم في تفاهم، في اجتماع يرتبون عشان بعد ويا التلفزيون. بالضبط. بس مو بروحهم، لان يشاركون معاهم التلفزيون او الجهات الناقله. إيه لازم يشاركون. اي ترى احنا عندنا جدول مالنا التلفزيون، يعطيهم جدول ترى ننقل هذا اليوم هذا كيد 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 كيد، انتم ايش عندكم مباراه ترتيب، ممكن الواحد بس يطلع جدول في مباراه مهمه. المباريات القادمة اللي فيها تعارض مباريات جدا مهمة يعني وحساس وتغير من ترتيب الدوري، وقاعد في البيت بيطالع. بالضبط. عن شي يسوي؟ طالع مباراة واحدة والمباراة الثانية وين يطالعها؟ يعني بس يتأكد من النتيجة أو يتصل في أحد من الاتحاد. هذه المشكلة، المفروض تفاهم
اخوان عطونا بس الجدول الخاص اللي فيه تعارض ما بين التوقيت المباريات او تواريخ المباريات بالنسبه للاتحاد البحريني لكره القدم وكذلك في الاتحاد البحريني لكره السله. هذه قدامكم مشاهدي الكرام، امامكم مثل ما انتم شايفين تواريخ مباريات الاتحاد البحريني لكره السله، مباريات مهمه، وبالتالي ايضا مباريات الاتحاد البحريني لكره القدم مباريات جدا مهمه في هذه التواريخ الثلاثه. وطبعا يعني مثل ما نشوف حتى في 20 سبتمبر الوقت اللي تم تحديد فيه نهائي اغلى الكؤوس والكاس الغالي علينا جميعا، ايضا هناك مباريات فيها نهائي الاول لدوري زين لكره السله. هذه التواريخ اللي امامكم 11 سبتمبر 16 سبتمبر و20 سبتمبر كلها فيها مباريات هي قويه في السله، وايضا مباريات قويه في الجوله ما قبل الاخيره لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكره القدم. من المسؤول عن هذا الجدول اللي امامنا يا ابو حمد؟ شوف انا قبل لا اتحدث عن من المسؤول، نعم، من المتضرر؟ المتضرر الاول قناه البحرين الرياضيه ومن ثم المشاهدين. صحيح. ليش؟ اليوم يعني طبعا احنا شهاداتنا مجروحه بالقناه البحرين الرياضيه، ولا احد يفسر بان احنا يعني لان احنا نعمل فيها، احنا سواء كنا موجودين ولا غير موجودين قناه البحرين الرياضيه هي قناتنا الام اللي نعتز ونفتخر بها. اليوم لما 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 الناس ما تدري ليش قناه البحرين انقلت القدم او انقلت السله وما انقلت اللعبات الاخرى، اليوم العتب واللوم يقع على القناه على طول، وتتم اسقاطات على قناة البحرين الرياضية. ولكن أنا أعتقد بأن اليوم أنتوا اللي سويتوه هذه قمة المهنية وقمة الإعلام الصحيح، أن أنتوا تحطون أمام الناس. مستحيل أنت شقد بتقاطي. ثاني شيء، أنت اليوم الدوري كرة القدم لجمهورة وهي اللعبة الأولى في البحرين، دوري السلة أكثر جماهيريا في البحرين في الحقيقة من ناحية الجماهير. دوري السلة اليوم اللاعبين اللي عنده في هذا الموسم حسب علمي، رغم أن أنا لست سلاوي الهوى، ولكن أسمع عن كرة السلة ككوني يعني ككوني متابع رياضي فقط، بأنه استقطب أفضل من أفضل اللاعبين في هذا الموسم. صحيح. اليوم أنا حرام يعني أني أمنع شريحة كبيرة من المجتمع في مشاهدة مثلا مباراة فيها نجوم أكبر وفيها تحدي. كذلك كرة القدم اليوم عادت بعض الفرق الى المنافسه، ونشوف في اثراء قاعد يصير في الساحه الرياضيه. فالمتضرر الاول هو القناه البحرين الرياضيه والمشاهد. الناس راح تلوم القناه البحرين الرياضيه دائما، اللي بعيد عن قلب الحدث وما يعرف الشيء بالضبط، اسهل شيء يقول لك انا عليك انت توفر لي، بس شلون توفر لي؟ انا مالي شغل. لا، في هناك امكانيات ساعات تحد من انك ان انا اسوي كل حاجه وكل الامور. لكن احنا نشوفها هذه امور بسيطه، بس بالنسبه للتواقيت المباريات واختلاف التواقيت. شوف احنا نشوف مشكلتنا الازليه ان احنا دائما اخطائنا، يعني في اخطاء او قصور يحتاج الى مال، فبالتالي انت لست ملام. لكن هذا القصور اللي موجود هذه قصور مو يحتاج اي شيء. تنسيق، مجرد تنسيق. تنسيق ما بين الاتحادات، واللي احنا نعرف انه في تنسيق مسبق ما بين الاتحادات، ولكن اللي قاعد يصير فوضى تغيير المباريات، تغيير الجداول، حتى التغيير يتم عن طريق التنسيق، تغيير هذه التغيير مع الاتحادات. اي هني ما يصير للاسف الشديد ان بعض الاتحادات لا تقبل ان هي تنازل وتريد من الاتحاد الاخر انه هو يتنازل عن هذا التاريخ. هذه مشكله ثانيه. اذا الحل شنو اللي اهم من ذي كله اللي احنا نقوله؟ ان مثل هذه الترتيبات يجب ان تخضع تحت وزاره الشباب والرياضه. وهي تكون المسؤوله. خاصه عن المباريات اللي فيها نهائيات. يعني هذه اهم شيء. بس الاتحادات حاليا تحت مظله اللجنه الاولمبيه البحرينيه. اذا لابد ان اللجنه الاولمبيه يعني في ردود فعل من قبل الجماهير الطالب ان اللجنه الاولمبيه يعني تكون هي الحاضن للاتحادات وتقول لهم نسقوا ما بينكم في هذا الموضوع. اذا اللجنه الاتفاق اللي تم حاليا ما بين الاتحادات نفسهم. لا شوف اذا 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 احنا اعتمدنا على الاتحادات، كل من يبي شيء صوبه. صحيح. وكل من يبي هو ذي يكون يومه. وهو اللي راح يختار. ولكن مثل ما تفضلت وصلحت لي المعلومه، انا قلت وزاره الشباب والرياضه، انت قلت اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه
تحت مظلتها يصير هذا التنسيق حق يكون في قرار صادر. وهناك إدارة في هنا في إدارة وهي اللي توزع هذا. في إدارة للاتحادات الرياضية. طبعًا 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 والأخ العزيز هشام البلوشي طبعًا اللي نقدم له. وأنا قمت بالاتصال. ألف تحية حق هذا الرجل. أخونا العزيز. والله أنا متواضع جدًا هشام البلوشي. قال لي إحنا تركين العملية لتنسيق الاتحادات فيما بينهم. نثق في الاتحاد. أنا إذا أشوف هشام البلوشي يذكرني بزمن جميل وإن شاء الله نعيش الزمن الأجمل يا رب إن شاء الله بس يذكرني بالزمن الجميل هشام البلوشي ووجوده. أنا أعتقد وجود ابن شرعي في اللجنة الأولمبية هذا يعطينا أمل بأن احنا نمشي على الطريق الصحيح. صحيح. عموما أنا قبل ما نشوف ردود فعل الرياضيين أو الشارع الرياضي عن التعارض الموجود في توقيت المباريات نوجه نداء للاتحادات الرياضية خاصة اليوم اللي عندنا فيها ما بين التواريخ المعينة ما بين الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة السلة. نتمنى حرصا على المشاهدين جميعهم يشوفون هذه المباريات ويستمتعون بالمحتوى الفني المتميز لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم ودوري زين لكرة السلة. نتمنى أن يكون في جلسة ما بين الاتحادين حتى تعديل الرزنامة الموجودة بالنسبة لتعارض أوقات المباراة. خلينا نشوف ردود الفعل عن التعارض في توقيت المباريات ونرجع لأبو حسام نسمع تعليقه ورد على الموضوع. أتمنى من اتحاد السلة عيد النظر، وأيضا أتمنى من اللجنة الأولمبية للموسم القادم إن شاء الله أن يكون في توجيه للاتحادات الأربع، طبعا كان في سابق لكن ما تطبق، أن المواعيد لازم ما تكون مع بعض في كل الألعاب الجماعية. فمو معقول مثلا نادي عنده لعبة جماعية في السلة والطهارة وقدم ويد تلقى في يوم واحد عنده مباريات في الألعاب الأربعة وفي نفس التوقيت، فدي شيء مو بصحيح. أتمنى يصير فيه تنسيق، وأتمنى من اتحاد كرة السلة هو اللي بادر في تغيير المواعيد. علمتنا أزمة كورونا تطور في وسائل التواصل الاجتماعي مثل البرامج اللي طلعت، برنامج زوم، برنامج مايكروسوفت ويندوز. يعني المفروض يكون فيه تنسيق بين الاتحادات عبر هذه البرامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جماعة لا تحرمونا، ما عندنا شيء، قاعدين في بيوتنا، فلا تحرمونا متعة نشوف نهائي كاس القدم في يوم ونشوف نهائي كاس السلة في يوم. الآن نتمنى تدارك هذه المشكلة لأن احنا في فترة حاسمة من الموسم الرياضي، والجماهير لها حق مشاهدة فرقها وهي تلعب في ختام الموسم. لذلك نتمنى من المسؤولين في اتحادي كرة القدم وكرة السلة الجلوس على الطاولة ومناقشة هذا التضارب لإيجاد حلول مناسبة للطرفين، ونتمنى نشوف المباريات على قناة البحرين الرياضية، لا نعتمد على اليوتيوب من ونقل من كاميرا واحدة فقط. لكن سوء التنسيق بين الاتحادات راح يضيعنا كمشاهدين. ما نقدر نلوم قناة البحرين الرياضية لأنها ما راح تتدخل في تنسيق الأوقات مع الاتحادات. أتمنى من اللجنة الأولمبية أنها تتدخل لتنسيق الأوقات بين المباريات، وخصوصاً التعارض عندنا في نفس اليوم، وإحنا كل اللي عندنا دوريين قدم وسلة. دائماً كبش الفداء تكون قناة البحرين الرياضية. ليش؟ أنا كمشاهد ما يهمني شنو هي الأسباب اللي أدت إلى عدم نقل بعض المباريات. قد يكونون بعض المسؤولين في الاتحادات يرون أن هذه المباريات غير مهمة، مع أن في مباريات مهمة وما تنقل، يعني هذه للأسف احنا ياسين نقولها، لكن قد يرون بعضهم أن مباريات غير مهمة، لكن هي مهمة لي أنا كمشاهد. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، لا يخفى عليكم على السادة المشاهدين الأثر الإيجابي للنقل لنقل المباريات اللي يرجع على اللاعبين والمدربين أيضا. احنا اليوم نمر في وباء عالمي، وباء منتشر يمنع الجماهير من حضور المباريات، فالمطلوب من الاتحادات الجماعية، اتحاد الألعاب الجماعية وبالخصوص وبالتحديد حاليا اتحادين كرة القدم واتحاد السلة اللي رايح تكون أنشطتهم برامجهم مستمرة في الفترة القادمة، ضرورة التنسيق فيما بينهم لوضع رزنامة موحدة بين الاتحادات. حياكم الله من جديد، واستمعنا إلى بعض الآراء، آراء من الشارع الرياضي من الجماهير البحرينية اللي طالب بإعادة النظر في عملية توقيت المباريات. معنا على الخط الهاتفي الأستاذ والأخ العزيز إبراهيم سعد البوعينين، الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم. مساك الله بالخير يا أبو سعد.
الله يمسك بالخير أبو تركي ومسي على أبو حسام حمد. يا مرحبا. تحت الفرصة لأنكم معكم اليوم. يا مرحبا. يا مرحبا. أولا نجدد لكم التهنئة بعودة واستئناف النشاط الرياضي وبالإجراءات المميزة اللي اتخذها الاتحاد البحريني بعودة الإجراءات الاحترازية في عملية التعقيم في الملاعب وتوضيح العملية للأندية وكذلك ما بدأ في تكريم الطاقم الطبي مع أول صافرة لحكم المباراة. نعم طال عمرك، أبارك لكم الله يسلمك وأبارك للأسرة الكروية في البحرين عودة النشاط الكروي. صراحة بعد ما صدر القرار من اللجنة التنسيقية وأيضا من لجنة استجابة لرئاسة سيدي سمو الشيخ نور خالد بن حمد حول عودة النشاط الكروي للبحرين، بادر الاتحاد الخطة تتواكب مع عودة النشاط الرياضي بحيث أن تكون برنامج واضح للجميع من خلال العمل ضمن الإصدار الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة اللي هو الدليل الإرشادي يتمثل بعودة النشاط الرياضي والإجراءات الاحترازية اللي تقوم به الفرق قبل وأثناء وبعد المباريات. نعم. قام الاتحاد صراحة يعني بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية البحرينية متمثلة في لجنة مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبي اللي رأسها الدكتور خالد الشيخ في كل الإجراءات اللي يقوم بالاتحاد قبل وبعد وأثناء وبعد أي مباراة. صراحة يعني مثل ما شفت العام الكبير أوجه الشكر بعد للمركز شباب تمكين شباب القادسية صراحة اللي مو مقصرين معانا، وهي الشيء مو غريب على البحرين ولا على أهل البحرين المبادرة الطيبة في تعقيم مو بس منافسات دوري ناصر بن حمد إنما حتى دوري الدرجة الثانية كل الملاعب كل المنشآت. صراحة أوجه لهم الشكر على هالجهد الكبير اللي يقومون به. يستحقون. نعم. يستحقون الشكر والتقدير خاصة مركز شباب القادسية وغيرهم المتطوعين اللي يقومون على عملية التعقيم في مختلف المنشآت الرياضية. نقطة ثانية أبو سعد يعني لو تسمح لي فيها، عملية التنسيق ما بين الاتحادات وأنا أعني هنا اتحاد البحرين لكرة السلة بالنسبة لي توقيت المباريات وتضارب التواقيت وتؤثر بالتالي على النقل التلفزيوني وأيضا على مشاهدة الجماهير السلاوية وكرة القدم كذلك. طال عمرك في السابق يعني قبل جائحة كورونا كان هناك في تنسيق بيننا وبين الاتحادات الأربعة حول جدولة البرامج وكان في إشراف من اللجنة الأولمبية صراحة في السابق ولا زالوا تحت يعني نحن لجنة تشرف على هذه الأنشطة. نعم. لكن بعد عودة النشاط الرياضي يعني تشوفون كل اتحاد يحاول ينهي نشاطه في سباق أسرع وقت ممكن يعني، لكن أوعدكم إن شاء الله إنك يكون هناك في تنسيق مع الأخوة في اتحاد السلة حول هذه التواريخ وإن شاء الله بيكون إن شاء الله هناك في تنسيق بإعادة الجدول إن شاء الله. جميل جدا. وإن شاء الله نتمنى من الجميع أن يستمتع بالمنافسات الكروية للبحرين بإذن الله. الأستاذ والأخ العزيز إبراهيم البوعنين الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم كل الشكر والتقدير لك وبالتوفيق إن شاء الله في بقية المباريات وفي عملية استئناف الدوري. شكرا لك. دوركم مقدر، كلكم ما قصرتوا، كفيتوا ووفيتوا، رايتكم بيضة، نفتخر فيكم، عساكم دوم خير، بيض الله وجهكم، يعطيكم العافية، عساكم على القوة، شكرا من القلب. كلنا فريق البحرين، 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 كلنا فريق البحرين. بلا شك كلنا فريق البحرين وكلنا نعمل من أجل البحرين وقيادتها الحكيمة وأهاليها الكرام في مختلف محافظات المملكة الأربع، ونشجع ونؤازر كل الإجراءات التي تتخذها البحرين في مصلحة الأهالي وفي مصلحة حتى المقيمين يا أبو حسن. أكيد طبعا، وراء قائد سلمان والناس اسمه ملكي سلمان الرئيس. الله يحفظه إن شاء الله. يعني اللي يقول وراهنا وهو ما يسوي شيء الا هو
عارفة أنه لمصلحة المواطن. صدقت صدقت. وفريق البحرين للتحية صراحة. أي أيوة والله يستحق. يعني صراحة أنتوا ساعات تعرضون الدكاترة والأطباء. يشوفون أهاليهم يعبرون أيوة. القلب والله. أي أيوة والله نشوف. والله يعبرون. شوف يعني شلون. ما يقدرون يلتقون أيوة بعيالهم يا أبو حسام. أو ملبسين هذي هذا بري عبر القلب. أي أيوة والله أي أيوة والله. بس هذه الجائحة رجعت يعني أمور كثيرة. وايد وايد وايد. يعني تحس تحس البحريني فعلا أصيل ويحب بلاده ومخلص ومخلص صدقت. حقيقة يعني يضحي بكل شيء على على علشان البحرين. صدقت. نرجع بس حق محور حديثنا قبل ما ننتقل إلى المحاور الثانية معانا إن شاء الله نلحق على الوقت. عندنا العديد من المحاور. كنا نتكلم عن عملية التضارب في مواعيد المباريات عشان بس نقفل هذا المحور وننتقل إلى المحور اللي بعده يا أبو حسام. الحل برأيك الحل اللي ممكن ننهي فيه هذه المعضلة؟ مثل ما قلت لك قبل لازم الجلوس اجتماع اتحادات ويقررون يعرفون كل شيء كما وعد الأمين العام. إيه خلاص والتلفزيون وياهم عشان هم يجلسوا بعد التلفزيون يعرفون التلفزيون أي مباراة بننقلها مهمة مثل في مباراة مهمة بعد اللي هي خاص صحيح عدل ولا ترتيبات خاصة واستعدادات خاصة وفي في في يسمونه تحليل وما تحليل هذه المفروض. صدقت. وثقتنا كبيرة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفي اللجنة الأولمبية البحرينية وفي وزارة شؤون الشباب والرياضة وكل الجهات القائمة على خدمة الرياضة البحرينية. عموما ننتقل إلى موضوع الجائحة وجائحة كورونا واستغلال الأندية لهذه الجائحة إيجابيا. نتحدث عن نادي المنام اللي استغل هذه الجائحة وأقام الانتخابات عن بعد، وهي انتخابات لأول مرة تجرى عن بعد عن طريق التطبيقات الخاصة بالمواقع الإلكترونية. أعتقد نجح فيها المنام أبو حمد في هذه الانتخابات اللي أول مرة تحدث. والله بيني وبينك البحرين كلها نجحت بهذه الانتخابات. صدقت. صراحة يعني خذ لنا فترة من زمان ما شفنا انتخابات حقيقية مثل اللي صارت في نادي المنام مؤخرا. صراحة شفنا أعضاء كثيرة، شفنا التزكية طبعاً الرئيس، وأنا لو تسألني كان ودي حتى الرئيس يدش معه واحد حق تكون منافسة بعد منافسة. أكثر. زين طبعاً. تحبذ الانتخابات داخل الأندية وطريقة أدائها وطريقة الحراك داخل الأندية هو عصب الرياضة بشكل عام. فطبعاً مبارك حق الأخ زهير كزيروني طبعاً. 18 مرشح محمد يستحق كان طبعاً. كان مرشح لهذه الانتخابات. جميل جميل جداً جميل. أكثر من 100 وأعتقد. بالفعل بالفعل كان عرس ديمقراطي جميل. كان رغم إنه يعني من ناحية العاطفية طبعاً إحنا زعلنا على أخونا أحمد جوهري طبعاً. كنا نتمنى أحمد جوهري يواصل شغله لأنه في الحقيقة هذا الرجل عمل واشتغل فترة السنوات الماضية. فهذا يعطي ليش تضحك ابو حسام طبعا مشاهد الجميع بعد صديقه بعد بيقول عنه اللي هو احمد جواهري والنعم في صديقك كنت بعد كان موجود معك صديقي بس لا صديق وشرد هاي صديقي صراحه بقول لك يعني كل احترامي له طلعنا وايد يسمونه فرق في الاصوات في النهايه هي انتخابات انتخابات يعني معناته ان في معارضين له وايد طبيعي انت بما انك تعمل في اي مجال هناك مؤيدين هناك معارضين محمد زعلان ابو حمد زعلاني يبين انت تعرف ربع ابو حمد انا 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 ابو تركي يعني ليش اشيد بهذه الانتخابات اشيد فيها لان الانتخابات ديمقراطيه حره اليوم من حق الجمعيه العموميه سواء شافت الاخ احمد ولا الاخ علي قامبر ولا غيرهم ولا اي عضو اي عضو اليوم اي عضو وغيرهم ولكن جميل لما ياتيك من جمعيه عموميه هي ارادت هذه التكتلات اللي تصير قبل الانتخابات هذه متعه الانتخابات بالضبط هذه الاجواء يعني احنا ديمقراطيه الحلوه ديمقراطيه لابعد الحدود نعم نعم نشوف كل واحد يعرض برنامجه في الانتخابات الجميل في الموضوع ان حتى الرئيس زهير كزروني يعني ما اعلن بشكل رسمي انه عنده قائمه فتركها مفتوحه للجمعيه العموميه للجمعيه العموميه وهذه صراحه شيء احنا نتمنى ان ال 19 نادي في البحرين يكون فيهم نفس الشيء هذه الديمقراطيه هذه لان ليش؟ لان اليوم الانديه وكره القدم ملك الشعب ملك حق الناس حق الشعب فانا شفت في انتخاباتهم صراحه في انتخابات قادمه بدا من شهر سبتمبر نعم نعم كنا نادي ستره كنا عندهم انتخابات اغلب الانديه انتخاباتها راح تبدا بالعكس بالعكس نتمنى ان تكون انتخابات على شكل نادي يفوز من يفوز يخسر من يخسر ولكن في الاخير تبقى ان الخيار الاول لصناديق الاقتراع او من يصوت حق المرشح اذا بتسمح لي بس ان انا فضل. اتكلم مثلا عن الاخ احمد جواهري ليش ليس بشهادتي ولكن بشهاده الجميع الرجل عمل ولكن طالما
عمل وكان يستحق أنه يواصل شغله، ولكن طالما أن الجمعية العمومية ارتأت، هي ارتأت بتغييره، فهذا ليس دليل أنه هو ما قدم وأنه هو ما خدم المنظومة كرة المنامة، ولكن هو قدم اللي عنده، ولكن متى ما ترتئي الجمعية العمومية احنا نقف احتراما لأي جمعية عمومية هي تختار من تختاره. صحيح، تفضل ابو حسام. اشوفك انت قاعد تناظر ابو حمد بطريقه يعني كانه عندك رد، كانه عندك. لا بس هم يعني الجمعيه العموميه اختارت الافضل من وجهه نظرها، من وجهه نظرها، خاصه ان الرئيس سمعت عنه ما شاء الله عليه دعمه من زمان يدعم نادي المنامه. اي بس لا تنسى ان البطولات اللي جابها المنامه مع من كان؟ مع من؟ في تاريخ المنامه في كره القدم مع من كانت؟ احمد جواهري. أنا بعد أسجل ال صح، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. بس في اللحظة كم بطولة خياب؟ أي بطولة يا بلال؟ كم بطولة قولوا لي؟ كأس جلالة الملك بس خلاص على الأربع سنوات. لا كانوا منافسين، ما كان عنده بطولة، ما كان عنده بطولة يا جماعة. عاد بس أنتم بس أسوي واحد ياخذ بطولة، ليش تصغر الإنجازات يا أبو؟ أنا ما صغر إنجازات يا بطولة. إذا كان نادي المنامة إنجازات يسمونها السلة كثيرة، حزت تكلم عن قدم. لا لا هو يقول اسم الصغر بطولة، بطولة بتقول لي إن هذا الشخص حقق بطولة؟ لا 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 ما يصير. لا المنام ما يصير. حمود 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 هي كمنظومة كلها في 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 رئيس في رئيس النادي، في أعضاء، في لاعبين، في مدرب، واحد شخص في أحد. سجل قبل ما تقول كلمتك أبو حمد، هل هو لأن ياب البطولة على محرك أبو حسام عشان كذي أنت شايف؟ لا لا إيش لا، يمكن لأن اللي لا مرة في المباراة محرك أول مرة نأخذ بطولة عندهم. لا هم ماخذين البطولة من عندكم، ما عليه نعطي واحدة عشان كذي أنت. لا 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 انا اقول تشكر في الجميع، انا اقول الحقيقه، انا اقول الحقيقه. انا الحقيقه هم النادي المنامي يعرفون الاصلح ياخذونه، ما ما لا تقولوا لي الاصلح ياخذونه عدو. لا لو انا مثلا انا لو انا زيد وحقق بطوله على قولكم حقق، ليش ما اخذوا؟ قول لي بس موجود في لجنه المنتخبات في الاتحاد ابو حسام الجواهري، معناته انه هو طاف. لا تخلينا ادش في موضوع غير. لا بخليك تدش في موضوع مشكله، ترى موضوع اللجنه ترى عود. خلنا ادخلك في موضوع ثاني، بدخلك في موضوع الانديه لان الوقت انا موضوع اللجنه عود ترى. انا بدخلك في موضوع، افتح لك موضوع ما ينصك. بنفتح الموضوع، ليش ما نفتح الموضوع؟ لكن احنا خلنا في موضوع اليوم. الدوري وصل للجولات الاخيره وفي مشكله هناك عند بعض الفرق اللي مهدده بالهبوط، ان هي ما شاركت اللاعبين اللي اقل من 21 سنه. هاي مشكلة، هذه مشكلة عودة، مشكلة عودة يعني صراحة. شو يسوون؟ يا ويلهم بطلة يا ويل ظهرة. زين إذا شاركوهم بيخسرون وما عندهم خبرة ليش ما شاركوهم من بداية الدوري؟ وموقف صعب ترى، آخر خمس مباريات ساعات اللي تحدد مصير، هي مصير، مصير المقدمة ومصير القاع. الحين تعرف كم فريقين ينزلون؟ فريقين، فريقين والثالث يلعب ملحق. فريقين هاي مشكلة يعني. الحالة عندك، عندك المنامة، عندك بسيتين، شباب، عندك شباب، حتى الأهلي، الأهلي مهدد. إيه؟ هم ترى ثلاثة بالأحرى، اثنين يهبطون وفي المركز الثالث يلعب ملحق، يلعب ملحق. بعد مشكلة ترى ثانية، هذه بعد مشكلة، هاي مشكلة بس يصيدك درجة ثانية يلعوزك. ليش درجة ثانية أقوى؟ يعني لا لا تغير اللعب، والله تغير اللعب، لعبهم دي. الحين مثلا أنا أضربك بالمثل، إذا مثلا طلع من هناك الثالث مثلا ديع. لا قول سمنا قلالي. لا قلالي خلاص ما تأهل في الخماسية، ما تأهل، لا ما تأهل. من أفضل المدينة صعد على حساب، صور من أفضل الفرق والله صدقني قلالي، والله يلعبون يعني في مباراة مسامح، مباراة الملكية سجلوا هدف. المالشية طاير بالصدارة في دوري الدرجة الثانية أبو حسام، بعيد بعيد. بس أقول لك مباراتهم كان من أفضل المباريات اللي مباراة لعبوها، يعني مباريات لعبوها ترى بقيادة صديق زويد، يعني لعبوا زين مباريات. بس بعد حظهم هذا آخر مباراة كانوا تعادل فيها ظهر وتوخروا في بالضبط. الحين الخمسة اللي قاعد يتنافسون على حجز مقعدين للوصول لدوري الدرجة الأولى، أي المالشية، مدينة عيسى، البديع، البحرين، والبحرين ايضا بقياده الكابتن عدنان ابراهيم، ايوه كلهم الاتحاد. لا صعبه ترى، منافسه قويه هنا. واي احنا خلينا في المنافسه اللي هني في دوري ناصر بن حمد بينزل قول. اي انا هذا اللي اتكلم عنه، اما الدوري حق بطولات الدوري هم الاسبوعين البيون. من 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 الاخطر الفرق المهدده ولا القريبه جدا من الهبوط؟ شوف يعني، شوف حسب
المنطق والله أعلم الجولة الخمسة عشر، يعني إحنا بكرة بيلعبون جولة 13 بتحدد الملامح، الجولة الخمسة عشر اللي بتحدد ملامح اللي خلاص يعني إذا هل كان الحالة خلاص نزل راح يصير خلاص إعلان نزول. مواجهاتهم كلهم ضد بعض ترى ايه مهددين بالهبوط ايه كلهم ايه يعني ايه فخلال الجولتين ذي اللي جايين من الجولة الخمسة عشر هني راح تتضح الرؤية للمنافسة من المنافسين اللي راح يظلون في الصدارة فريقين في الصدارة حاليا المحرق والحد ويلحقهم الرفاع اي الفارق النقطي جدا قليل مو وايد عارف لحد الآن إذا ينا على 15 نقطة عرفت ولكن راح يبين الجولة الخمسة عشر راح تتضح معالم هذه كامل شيء كامل لذلك على جميع الفرق اليوم أن تعي بأهمية الجولتين القادمتين. بوتركي إذا بس سمحت لي من بعد الاستئناف الدوري شفنا أن يعني عودة الفرق يعني ولا كأنها هي الفرق اللي كانت في الدور الأول فرق أفضل من أدائها في الدور الأول أفضل الكل تطور بس بعد ما عدا يعني ما بقول للأسف الشديد ولكن للأسف نادي الرفاع الشرقي للأسف الشديد اللي هو يعني ربما تراجع خلال جولتين وهو قادر جدا لأنه يمتلك كل العناصر يمتلكها من إدارة ومن جهاز فني وجهاز إداري ومن لاعبين. أعتقد نادي الرفاع الشرقي ممكن قادر على العودة خاصة وأنه يمتلك 21 نقطة. شفنا احمد جواهري من الفارس جانب ونادي الرفاع الشرقي الحين لا 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 عاطفي ابو حبيب لا ابو تركي ابو تركي ابو تركي لا انا خذتك العاطفه لا لا, لا انا ما انحاز ولا يمكن اقعد في كرسي في الاعلام وانحاز على احد على الاخر. انا قاعد اقول لك الحقيقه مستحيل انحاز انا قاعد لا يمكن انحاز زين بقول لك خلنا اكمل كلامي تفضل. شوف شفنا محرق عاد بالصداره من جديد وشفنا محرق شلون قاعد يعني يستثمر حتى الخمس تبديلات اللي سو يعني المتاحة له التعديلات شفنا ان المحرق اليوم يعني في اوج ظروفه ووضعه شفنا عودة الرفاع ليس الرفاع اللي كانوا في السابق شفنا ادائهم كان افضل نعم طبعا حصان الجولتين اللي هو فريق النجمة خالد الحربان طبعا خالد الحربان طبعا نحيي إدارة فريق النادي النجمة والجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين صراحة بحرج. لا فريق النجمة قدموا مبارتين بصراحة من أفضل المباريات اللي قدمها النجمة هذا الموسم. هذه أي إنسان يشوف كرة قدم يجب أن يذكر هذه الحقيقة. شفنا فريق الشباب أيضا شوي تطور شفنا يعني فرق ما شفنا الإرهاق اللي يقولون عنه لما اللاعب يصيده شد لاعب ولا لاعبين ترى في القسم الأول كان موجود ولكن ليس الفوكس كان على موضوع الجهد وما جهد أنا بالعكس خلنا نوقف معك في نقطة. النجمة راجع مستواهم وبقوة قادرين إن يقلبون الحسابات شوف لأن مبارياتهم القادمة أمام المحرق يا أبو حسام ترى نعم تأجلت هي المباراة الآن تأجلت الآن المباراة زين النجمة يعني بيرتاحون اكثر النجمه فممكن الفرصه تكون لهم افضل بعد حتى استعاده الكابتن خالد الحربان الاوراق مره ثانيه اوراق الفريق التأجيل والايقاف حق كل فرق العالم هو سلاح ذو حدين شلون تستفيد منه وشلون إيه في فرق ترجع اقوى وفي فرق ترجع اضعف ولكن احنا بشكل عام لابد ان نشيد باداء النجمه خلال المباراتين لابد ان نشيد بعوده الرفاع بصداره المحرق ايضا تبي تركد ابو حسام ان اعاد الحين لا لا نعطي مباراه الجايه اشوفك لهديته حتى ابو حسام ابتسم فوز الشباب فوز الشباب المباراه الاخيره ايضا شوف انا خوفي بس على نادي عريق وهو نادي الحاله بصراحه وما زلت قاعد اشوف ان نادي الحاله يعني واهل نادي الحاله اهل كرام لهم كل تقدير واحترام والنعم يعني ما زالوا مواصلين في انهم في هذه الانقسامات ما بين اداره قديمه واداره جديده مدرب سابق ومدرب حالي وذي انا اعتقد يعني خلهم يتكاتفون على الاقل بس شهر ومن ثم يبتدون الخلاف لان الخلاف شيء حميد وشيء طبيعي انه يختلفون وجهات النظر. ابو حسام بشكل سريع الرد قبل ما ننتقل الى اخر محور اختلف مع ابو حمد على المستوى الفرق مو بافضل بعد الاستئناف انا وصل نظري الافضل يعني الرفاع بس ما قابل فريق خصم قوي خصم مثل المحرق او الحد او فرق ذي مقدمه عشان تقدر تحكم عليه. الباقي الحد كانه
مستوى مو طبيعي. من الحد؟ الحد اي نعم. يعني صراحه مباراتين اللي قدموها ويا محرق ويا النجمة ما كانوا سيئين. لا ما كانوا سيئين، بس هو يقصد ان الحد اقوى من المستوى. لا ما كانوا سيئين. اقوى يعني. هذا وجهه نظري. معنى انت ما قاطعت ابو حمد في وجهه نظره، بس هو متعمد يقاطعك. اي قاطعني شو اقول له؟ يمكن بعد العاطفه في الحد ابو حسام شوي خذته. اي ابو تركي وياه. لا عاد وضح ابو تركي المشاهد عبال ابو تركي. لا لا ابو تركي. اي والنعم فيه. والنعم في مدربين الوطنيين. انا بس عشان الوقت ابو حسام. اي تفضل يلا. والفرق ذي ما شفت انا فريق محرك؟ ما كان يعني اقول لك الرجع في المستوى. بعد مصدر 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 اي بس لا لا مستوى ها شوف بقول لك انا بقول لك شيء احنا نتحدث عن صداره لا 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 على المستوى الفرق انت قلت حكيت قلت تغير مستواهم صاروا افضل افضل انت حتى محرق لا محرق شوف بقول لك حتى من ناحيه المستوى محرق عدل انا اقول لك محرق كان خلصنا من القسم الاول الدوري خلصنا لا انا اقول لك انا هم افضل من لو عادل فريقنا بالنصف الموسم كان مخلصين الدوري كان سكت الدوري حتى عقب بعض الناس بيقول لك سكو سمونا ما في قسم ثاني ابو حسام محرق في القسم الثاني من الناحيه الفنيه افضل من القسم الاول انت وجهت نظر خلني انا بس ادخل في هذا النقاش والاثاره مستمره في القسم الثاني من الدوري بعد الاستثناف وشفنا المحرق اللي ينتقد احمد سلطان واصل ثلاث نهائيات كاس الاتحاد نهائي واصل واليوم متصدر الدوري ونهائي اغلى الكؤوس كاس جلاله الملك المفدى عموما ايضا مبادرات مميزه ومبادرات نرفع لها القبعه من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اللي آثر إلا أن تستمر الأنشطة الرياضية خاصة الأنشطة اللي أطلقها سموه في العديد من المحافل الرياضية ومنها بطولة أقوى رجل. بطولة أقوى رجل أصدر سمو الشيخ خالد توجيهات أن تستمر هذه البطولة ولكن من البيت وفق الاحترازات الطبية اللي أصدرها فريق البحرين وتأكيد على أن النشاط الرياضي ممكن أنه يستمر حتى في بعض الرياضات الفردية ولكن ممكن نطبقها من البيت من المواقع المخصصة لممارسة هذه الرياضة. أبو حمد تعليقك على استمرار هذه البطولة في البيت وفق الأنظمة الصحية والاشتراطات الاحترازية. شوف هو بس بمجرد أنك تستمر في بطولة وما توقف في ظل ما نمر به من هذه الجائحة أو ما يمر به العالم من هذه الجائحة هذه بحد ذاته يعتبر نجاح. ثاني شيء لما أنت تنقل تلفزيونياً من البيت وتسوي مسابقة من البيت ترى أصعب من أنك أنت تجيبهم في ميدان معين وتجري المسابقة. ليش؟ لأنه بيصير فيها المتابعة بشكل أكثر، النقل راح يكون بشكل أكبر. صحيح. فبالتالي أنت من السهل جداً أني أنا اليوم أجمع كل هذه المجاميع وأخليهم في مكان ولا في غرفة واحدة ولا في صالة واحدة وأن إحنا نقعد نسوي بطولة والأخير نعطي الأول، ولكن هذه في بيته وهذه في بيته وهذه في بيته ومعداته ومعدات. إذن الموضوع ترى يعني أنا أعتقد يحتاج يعني يكلف جهد مو جبار، ترى مو شيء بسيط، خاصة أن عدد المشاركين ليس بالقليل. صحيح. فبالتالي لابد أن نشيد بسمو الشيخ خالد بن حمد، وسمو الشيخ خالد بن حمد مو غريب عليه ترى أبد. يعني مو غريب عليه حتى ان احنا في بعض الرياضات يعني خلينا نكون واقعي في بعض الرياضات كانت بالنسبه لنا جدا غريبه. صحيح. ولا نعرفها وانيات، واول شيء نقول احنا ما بمال هذه اللعبه، سرعان ما نشوف ان هذه اللعبه انتشرت وان اولادنا حبوها ومارسوها وحبوها وهذا النجاح الحقيقي. وسمو الشيخ خالد يقود اللجنه الاولمبيه لنجاحات متميزه في الرياضه البحرينيه. انا في الحقيقه اشكر ضيوف اليوم في الاستوديو اسطوره الحراسه في البحرين مثل ما قلت في البدايه والوطن العربي وحتى في الدول الاخرى من العالم ابو حسام، وكانت له تجربه كانت من المفترض تكون اوروبيه ابو حسام ولكن رفضها في ذاك الوقت. حمود سلطان كل الشكر والتقدير حبيبي. يعطيك العافيه ابو حسام، نورتنا في استوديو مجتمع واعي. مشتاقين لك واحنا اكثر يا ابو حسام. وايضا اشكر الناقد الرياضي المميز دائما الزميل عبد الله بن نوف ابو حمد كل الشكر. انا شكر لك هذه الاستضافه وان شاء الله نشوفكم في اقرب فرصه ان شاء الله باذن الله يا رب. وصلنا معاكم مشاهدينا للختام، وفي مواضيع الرياضه لا ينتهي النقاش ولا الكلام، واليوم
لابد من التذكير بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الاحترازية للحفاظ على سلامة الفرد الصحية أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية سواء الترويحية أو التنافسية. اليوم نواصل بعزم رحلة الحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء بإذن الله عليه إن شاء الله بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي ولبس الكمام والحفاظ على نظافة اليدين دائما. والله يحفظ البحرين وأهلها يا رب. وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة مع الزملاء بسام ورقية. فما الله حفظه، مع السلامة.